فاطمة عليها السلام الإنسانة التي عاشت مع أبيها ومع زوجها ومع أولادها وعاشت مع الأمة كلها، واستطاعت أن تنطلق في الواقع الإسلامي لتنفتح به على الحق كله. ولذلك فإن على النساء والرجال معا أن يقفوا من أجل أن يجدوا في هذه الإنسانة التي لم تبلغ السن المتقدمة في الشباب، فقد كانت كما يقول المؤرخون توفيت بعد رسول الله وكان عمرها 18 سنة، كان عمرها عمرا قصيرا ولكنه كان عريضا قويا مباركا منفتحا، أعطت به الزهراء عليه السلام ما لم تعطه المرأة في 50 وفي 60. فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم انتقلت إلى رحاب ربها ويوم تبعث يوم القيامة. سلام الله عليها وعلى أبيها وزوجها وأولادها، ونسأل الله أن يرزقنا شفاعتها يوم القيامة، لأنها الشافعة المشفعة.